السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. قبل ما نبدأ بس الفيديو، يا ريت نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونذكر ربنا. النهاردة يا جماعة الفيديو بتاعنا عن طريقة إضافة الجرار اللي هو كان أسباني، بس احنا حولناه زي الجرار الخنافس المصري، تمام؟ هتلاقوا اللينك بتاع الإضافة موجود تحت، بس تابع الفيديو ده للآخر عشان تعرف تضيف الجرار ازاي. بس الجرار من غير السرينة المصرية، هو تعديل على ألوان بس، تمام؟ يلا، أتمنى الفيديو يعجبكم، مشاهدة ممتعة. طب يا جماعة، ورجعنا من على سطح المكتب بتاع الجهاز بتاعنا عشان نشوف الإضافة دي هنضيفها ازاي، تمام؟ أنا بسيب لك الملف اللي هو المضغوط ده، هبسيبه لك في أسفل الفيديو، فتقدر تروح ايه؟ تقدر تروح تحمله من أسفل الفيديو، تمام؟ بعد ما نحمله هنعمل ايه؟ هنفك الضغط من عليه، تمام؟ بعد ما نفك الضغط من عليه هيظهر لنا الفولدر بالشكل ده. كل اللي هنعمله هناخد الفولدر كوبي، هنروح فين؟ هندور على المجلد بتاع اللعبة بتاعنا فرين سيميوليتور. هو انا عندي فرين سيميوليتور، نخش على الاسيست، يعني نفتح اللعبة وبعد كده نيجي داخلين على الاسيست، تمام؟ ونيجي دايسين بيست، تمام؟ بس هو ده كل اللي هنعمله نيجي دايسين بيست. وبعد كده هنخش مع بعض جوه اللعبه عشان نشوف الاضافه دي هنجيبها ازاي من جوه اللعبه نفسها. طب يا جماعه، اللعبه كده فتحت معانا. هنخش على كويك درايف، تمام؟ وهندوس كاستم، تمام؟ وندوس كونفير، ونصبر لغايه الاضافات كلها ما تحمل معانا. طيب كده الاضافات حملت معانا، نيجي داخلين بقى عشان نشوف الجرار. هنخش على ديزل، تمام؟ هندور عليه. طيب هو الـ ES ريمفي 319، اللي هو اللي في الاخر TX، تمام؟ اللي في الاخر TX، لان انتوا التلاتة هتلاقيهم موجودين عندكم، يعني الـ NI اللي هو هيظهر معانا بالشكل ده، تمام؟ اللي هو الازرق فاصفر ده، والES ده الES، وده بقى اللي احنا عدلنا عليه اللي هو بقى شبه ايه؟ شبه المصري، تمام؟ اهو بس كل اللي هنعمله هندوس ايه؟ انسرت بس كده، ونكست مثلا نسميه مثلا 3 3 3 مثلا 3 اي حاجة. بعد كده نختار المكان مثلا هنا كده، وندوس هنا كده 3 3 اهو، يعني هنا مثلا هنا كده، وندوس مثلا نخليه مثلا هنا كده ستارت بس كده. طب يا جماعة، فتح معانا بالشكل ده اهو، تمام؟ هو بس الشكل ده تقريبا محتاج بس تظبيط الوان شوية. انا احاول اظبط ايه العلم ده من قدام شوية، ويبقى كده زي الفل. بس دي يعتبر يعني عادي، يعني نسخة اولية يعني من تغيير الالوان، فالعبوا بيها بقى ايه لغاية ما نخلص الباقي. بس يا جماعه، وبكده نبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يبقى عجبكم، واتمنى الاضافه كمان تبقى عجبتكم، واتمنى ان كل الناس تكون قدرت ان هي تضيف الاضافه دي عندها جوه اللعبه
واستنوني في فيديو جديد. ويا ريت يا جماعه بس قبل ما نقفل بقى الفيديو، يعني مش هتخسر حاجه لو عملت شير للفيديو، لو عملت لايك وكومنتات كتير وبعت الفيديو لاصحابك عشان تتفرجوا عليه. وبس كده، يلا سلام.